وفي خريف عام 1981، وبينما تحلق الطائرة الملكية في سماء السعودية، وولي العهد آنذاك الأمير فهد بن عبد العزيز يتصفح المعاملات الضخمة بين يديه. كان غازي القصيبي يجلس بكل هدوء وثقة في انتظار اللحظة التي سترسم ملامح مستقبل الصحة في المملكة. رفع الأمير فهد رأسه قليلاً ليحدث غازي القصيبي: ماذا أفعل بوزارة الصحة يا غازي؟ لم تواكب التنمية حتى الآن رغم ضخامة ما يصرف عليها، إنها جهاز ميؤوس منه. كنت أستمع صامتاً، واستمر الأمير فهد: هل تدري ماذا قررت أن أفعل؟ قررت أن أتولى وزارة الصحة بنفسي. قلت على الفور: إذا وصلت الأمور إلى هذه المرحلة أنا رهن إشارتك، دعني أحاول. قال: هذه تضحية لن أنساها لك أبداً. حينما رأى الملك فهد الله يرحمه وعرض له أنه فعلاً قلق بشأن وزارة الصحة وأنه لم يجد من يشغل مثل هذا المنصب وبالتالي يحل مشكلات الصحة، وطبعاً مشكلات وزارة الصحة دائماً ليست مشكلات يسيرة، جربها قبله وتحدث عنها الشيخ جميل حجلال، لأن الشيخ جميل حجلال أيضاً أدار وزارة الصحة بعد وزارة الإعلام، أخذ حوالي 4 سنوات ثم طبعاً تركها وذهب سفيراً في ألمانيا. الدكتور غازي قال له: يعني رأيت رغبة الملك فهد فقررت، لكن وزارة الصحة وزارة صعبة جدا. كان الأمير فهد بن عبد العزيز يمنح القصيبي الثقة الكاملة من ناحية قدراته الإدارية، وكان غازي يسعى جاهدا لاستحقاق تلك الثقة. وبعد شهور توفي الملك خالد بن عبد العزيز، وانتقلت المملكة إلى عهد الملك فهد. خالد بن عبد العزيز بعد أن اختاره الله إلى جواره فترك قلوب هذه الأمة مليئة بالأسى والحزن. أتوجه إلى كل فرد من أفراد الشعب العربي السعودي الوفي بالعزاء في فقيده الغالي. تلقى القصيبي اتصالاً ملكياً يذكره بوعد الطائرة، فتم تعيينه وزيراً للصحة. منح الملك فهد سلطة كاملة للقصيبي لإدارة شؤون الوزارة، وطلب منه إصلاحها وتوجيهها نحو مسار التنمية. بدأ غازي تلك المعركة وقد كانت أشرس مما توقع. لم يكن القصيبي وزيراً متخصصاً في مجال الصحة، ولكن تخصصه وخبرته في الإدارة أسعفاه بالحلول، إذ شكل لجنة فنية تضم أساتذة من كليات الطب والمتخصصين في الصحة، فكان يستشيرهم قبل اتخاذ قرارات ذات طابع طبي، وقام بعقد اتفاقيات مع 4 مكاتب استشارية متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وسويسرا ورابعها في ألمانيا الغربية. كان القصيبي يلجأ إلى هذه المكاتب قبل اتخاذ أي قرار مهم، وعندما تكون وزارة الصحة بحاجة إلى الموافقة على دواء أو حظره لم يكن يتخذ القرار إلا بعد دراسة تأثير هذا الدواء في جميع الدول المتقدمة. وبخطوات كهذه قفزت الوزارة المتأخرة إلى مصاف أكثر الوزارات نشاطاً وتحديثاً وإنجازاً.